السلام عليكم يا شيخ، جيت عليكم السلام أسأل لو سمحت. ورحمة الله وبركاته. صليت إمام في السوق بجماعة، وبالركعة الثالثة جاني خاطر إني أنا ما توضيت، فصلاتي وصلاة المأمومين وراي. والسؤال الثاني، لحظة شوي، لحظة. تفضل. صليت إماما بجماعة في السوق وفي الركعة الثالثة تذكرت أنك على غير وضوء، ولا جاك خاطر أنك على غير وضوء؟ جاني خاطر شك، ما متأكد لا أنه توضيت أو ما توضيت. أيوة، يعني أنت داخل في الصلاة على أساس أنك متوضي، أيوة صحيح، بدأت على أساس أني متوضي. فأنت تتذكر أنك توضأت قبلها بس ما تتذكر أنك أحدثت أم لا. لا، أنا بالركعة الثالثة يعني خطأ، تذكرت أنه أنا توضيت أو لا، ناسي. يعني نحن نريد اليقين، أنت عندك يقين أنك متوضي وتشك في الحدث، ولا عندك لا يقين لا، ما بالحدث؟ اصبر شوي، أشك لحظة، أن اصبر اصبر اصبر. أنت عندك يقين بالوضوء وتشك أنك أحدثت ولا لا، ولا عندك يقين بالحدث وتشك أنك توضيت ولا لا؟ عندي أشك أني توضيت أو لا. يعني عندك يقين بالحدث أيوة وتشك هل توضيت أم لا. أيوة فالأصل أنك محدث حتى يثبت أنك توضأت. ايوه خلص، على صلاة أي حق؟ المأمومين وراي. الراجح صحة صلاتهم، وعليك أنت أن تعيد الصلاة.